ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مهندس احمد زينو من كرييتيف اونلاين كورسز. في الفيديو ده هنبدا نتكلم باختصار عن كليه فنون جميله باقسامها المتنوعه اللي هم 5 اقسام. ال5 اقسام دول هنتكلم عن كل قسم فيهم بس نبذه بسيطه، نعرف بس الكليه عباره عن ايه. طيب لو انا كده اتكلمت على كليه فنون جميله هبدا الاقي ان هي فيها 5 اقسام. طب هو انا علمي او ادبي ممكن اخشها؟ طب انا هعمل ايه؟ قال لك فنون جميله هي لازما يبقى في امتحان قدرات بعد الثانويه العامه، مجرد ما بتجتاز الامتحان ده انت بقيت اوريدي في الايه؟ في الكليه. بس في الكليه من جوه في 5 اقسام، عشان اخش مثلا الاقسام بتاعتها دي بلاقي ان في لا في بعض التحفظات شويه. ايه التحفظات دي؟ لو انا كليه فنون جميله قسم عماره لازم ان انا اكون علم رياضه فقط لا غير، ودي ليها امتحان قدرات مستقله اصلا لوحدها، مستقله عن ايه؟ عن كليه فنون جميله فنون. فنون جميله فنون هلاقي ان انا الاقسام بتاعتها ايه؟ هلاقي ان انا عندي ديكور، قسم الديكور، قسم النحت، قسم الجرافيك، قسم التصوير. طيب لو انا جيت اتكلمت عن قسم الديكور، قسم الديكور ما ينفعش اخشه غير لما اكون علمي، فلو علم رياضه او علم علوم عندي الابيلتي ان انا اخش القسم ده. طيب في جزئيه معينه في النقطه دي؟ اه في. لو انا كليه فنون جميله فنون فرع اسكندريه هتفرق؟ تفرق جدا طبعا. دي الكليه الوحيده اللي ممكن تقبل من ادبي وعلمي. ده في قسم ايه؟ في قسم الديكور. غير كده ما ينفعش غير اكون ان انا علمي عشان ابدا اخش قسم ايه؟ قسم الديكور. طب بقى الاقسام؟ لا، متاح علمي وادبي. زي قسم ايه؟ زي قسم النحت، جرافيك، تصوير. طيب دراسه الكليه دي 5 سنين متواصله، وال5 سنين دول انت بتتعلم فيهم ازاي تبقى فنان ناجح. ده باختصار شديد كليه فنون جميله فنون. الفيديو اللي جاي هنبدا نشرح فيه كل قسم بالتفصيل في ايه وبطلع منه ايه. انتظرونا على كرييتيف اونلاين كورسز.